بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقاء كيني كلا لقاءات كيني أين ودني إلهي سبحانه وتعالى آيات كي سوحا كميت أه كتوسيا أما أستامها عد كتوسيا وحداني يديس يكلمي مديسة إبادة حق إنه مطيستو رب حق أهنا أويهي ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وحا كتوسيا وحا كميت أه قورك أيا كميت أه. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم الله سبحانه وتعالى بحليه جعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. الله سبحانه وتعالى وحوت الماما يا آيالها يا أستامها يا علامتها عد عد واوين إله وحداني يديس شرطان كيسا لغو قرانا يا وحا كميدة قورك ليدين حلالي إناد هكي يدو مرويس قورستان مركاسة إلهي لغادي قفي يسويمد كالقعالتو يبحيو ذلك أبد با إلهي سيني أريد يولاقي مركا يسويمادان دقني يا كالقعالتو يتعايل با دحيو ذمري وحا شريعاتو كدكتي مركا قار كنا شريعاتو تلمانتي وعاشروهن بالمعروف دمرك سوانا سوى دقم با إلهي إليه سبحانه وتعالى سوانا سوى دقم هعاين هديل هقادين هحمين هدي من دابيين هافلقادين هحمين تاسا شريعاتو كو تلمامي سان وحا شرعو تلمامي نينكو أفرين لو بني شريعاتو هدي اي دعضو نينكو إنانو أوودو لهين لبادو مريا وحكا بدن إنو اسكو دقو حق دقالي أما حق مسؤولية ديت أما حق عافيمات أما حق دارين هدان اسكو ما مولي كرين ميدن اكو قاب صداو فيعان سي أدون كيسي آخرية سيونا بدقلو مكاسا الله سبحانه وتعالى وحوليه فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة هدا كعب ستان دمركي إن إذن نانو عدالات سمين لقيدو دي أمام الكودة ميتكو قاب صدا سيدة أوجد بأن نبي صلى الله عليه وسلم عليه وحو تلمامي قفك الله بدو مراء يكبدا قبا إيو عدالات سمين واهية إيو قرسوري واهية آخرة إنو إيمان دونو إساقو تركي سواحي قلالان تحي سيدة قف ذالج كود عايو كلاو واحدة ستشيدة يو آخرة مركا أستان تقفك الله وعركو وانين الله بدو مراء يكبدا القبي وانو عدالات سمينين عدالة سمينتو واحد دمرك لقول لقاي والله باقي بود مد أدوك ما أودو دوك عانتكو ما هيسيد وقلبك قلبك إلهي باك عانتكو هاي سورة قل ما هننكو لبا ما صدح دمرا ما عفر هدو باقا بو إنو أفرتو دا إسكو سي أتشي على هذا سي إسكو مدا إن أتشي على هذا سورة قل ما نبي صلى الله عليه وسلم وحوران شري إلهي يو وحي أنيق أن أودو وقيب أه أو دمرك مساريفتو دي هبين دحي نقالينتي مسؤوليتي مامولكي قيسنيمو وليانوها إلهي وكا وكذا ذلك وانكسوا بحيا وحانا نقعنت كهين إلهو هاي قبني وقلبي قيئة نبي صلى الله عليه وسلم من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل قفك لبض مرقبه يدوحي كبضنبه ومد حق يدى السبر بريو مدك على ديعة آخر وحو إيمانا يا إساقو بنا عاس أجان شيرا أما أقل الله أحسن أو لنا عاجيرية أيها آخر إيمان دونا على عمد الله يقال ولياش السماعي وحكا شكايا نبا قف دمرا قبي مركاسو قف دمرا كدبا قورسدي مركاسو قف دمرا وكدبا قورسدي أيها منكي السبر بريا حق يدي توهر أنا وإلاو وآلي ميقي إلا تشوغي بيهد انتها بضار الحوالح للقان شري وميسي قنا وشوغي بربرا ميش الله إرادو حوالها ميقا دادك الدقاني ويسفرين شري معلما لسيسو عن شري معلما لسيسو عن شري islaantii odaygeedii iyo degmadii odayaashii kale deganaa ayaa magaaladii inay ka soo magaleystaan oo soo ambabaxay ariyeyo waxay haysteen bay soo kaxaysteen awrtoodii bay soo rarteen muddo la sii weynaya markaas raashin iyo timir wax la soo siisanaya xoolaha inta la iibsado markii degmadii ay ka soo yara baxeen ba islaantii odaygu qabay ee uu ka yara iska yara barbariyay xageeday weynad waxay ku tiri neef ariya ay ridaadaxa intay soo jiiday ba waxay tiri hebelow rida qalbi ii soo sii qalbi وسوك حي بربروك هنا يا أنصور ريشة كذا يا مركو بربرك هاي وأري يلا فاسحي أما اللي يب شيء أيام إن أغياشي كم يدور للسعودية سبعة كي رجع هاي سفر كأها أيا وحوي دي سؤال لينك وحوي له ورهابه قفت دوم رهاي مركي محي كتري إذا جس ويدي قلبي يسوى سيره ده أغيي ويوري أبي أبي روحك كويدي قفت دوم رهاي مركي أنا عشان دوت سؤال ببحي إني وحوي كتري هذا قلبي يسوى سيه maxay uga jeeday talo arintaas waxay uga jeeday buu yiri ridan iyada adigeedii buu ka mid ah khaaska u lahayd ay ku siisay
qalbigaagu ima soo jeeda ii soo jeeda ridaana qaado ee maxaan sameeyaa dee maryaha u iibiyo maryaha ugu gey sidii buu yeelay maryihii buu ugu iibshay dabeetana waa lasoo guryo noqday safarkii baa laga yimi dabeetana islaantii ayuu aqalkeedii kusoo horreeya maryihii siiyey markaasi aada ugu faraxday arrintii micnaheedu waxaan uga jeednaa waaqisan soomaali ahe in qofku dhaqamada ragga qaarkii ay sameeyaan oo ragga waaweyn u badan yahay qaarkood allaha ka cabsadeen ninku hadduu reerii leeyahay reer kale hadduu soo kororsado ahw cadaalad sameeyo yaanay dhicin inuu midna dayaco midna xaggeeda isu barbariyo ilaahay xilka iyo mas-uuliyaadka uina saaray si waa inaan u gudanno ayaa waajib ah waxaan ku ururinayaa maalintii rasuulku naf baxayay subuxu geeriyoon doonay calayhi isalaatu wasalaam aaisha dhabteeda ay saa ugu haysay hadalladuu ku dardaarnay waxaa ka mid ahaa asalaa asalaa wamaa malakat aymaanukum wa salaada ogaada salaada ogaada iyo gacmihiina waxa ay milkiyaan mas-uulka ka yihiin riwaayadka qaarkood xadiiska waxaa ku yimid wataqu llaaha alla uga cabsada waxa ay gacantiinu milkiso aad haysaan oo ah dumarkii caruurtii iyo ubadkii iyo oryihii aad qabteen alla uga cabsada xaqooda hadayicina ilaaliya dhowra dhaqa dhaqaaleeya utura unaxariista idbiya tarbiyeeya saas shareecadu tilmaamaysaa astawdiicukum ullah wasalaamu calaykum waraxmatullah